من أجل ترسيخ الثقة بالعملية الانتخابية داخليا وخارجيا، لا سيما بعد إدخال التقنيات الحديثة في عملية العد والفرز الإلكتروني، نفذت مفوضية الانتخابات عرضا ومحاكاة أمام ممثلي البعثات الدبلوماسية والأمم المتحدة لكيفية التصويت يوم الانتخاب بعد استخدام أجهزة إدخال البيانات الإلكترونية وصندوق تسريع النتائج. المؤتمر دأبت عليه المفوضية في كل انتخاباتها السابقة، والكثير من دول العالم التي تعتمد الانتخابات الشفافة والحقيقية تشرك جميع المهتمين بالعملية الانتخابية والديمقراطية، ومنها السفارات والدول الأجنبية والبعثات الأممية، من أجل خلق رأي عام و موثوقية بعمل المفوضية ونتائج الانتخابات. أعضاء عن مجلس المفوضية أشاروا إلى التزام المجلس بالتوقيتات الانتخابية، مؤكدين عدم تمديد فترة استلام أسماء المرشحين للانتخابات من قبل الأحزاب، والتي تنتهي في 15 من هذا الشهر. حددنا 5 أيام فترة تمديد، وآخر يوم هو يوم 15/2 اللي الموافق يوم الخميس. طبعا بالتأكيد هذا الملف بدأ يقلق عمل المفوضية، وفي حال استمرار هذا التأخر في عملية تقديم قوائم المرشحين سيسبب إشكال كبير للمفوضية، على اعتبار نحن ملزمين بتوقيتات زمنية. أي تأخير في أي مهمة أو مفردة من مفردات الجدول العملياتي للعملية الانتخابية سيؤثر سلبا على العملية الانتخابية وسيؤثر على موعد الانتخابات. وستطلق المفوضية العليا للانتخابات بعد أيام قليلة حملتها الإعلامية والتثقيفية حول الإجراءات الانتخابية وآليات عمل الأجهزة الإلكترونية التي دخلت الخدمة. وفي الوقت الذي تستكمل فيه مفوضية الانتخابات استعداداتها الفنية واللوجستية، ما زال النقاش قائما في الأوساط النيابية حول تعديل قانون الانتخابات، وفي الأوساط الأكاديمية والثقافية يحتدم جدل المشاركة والمقاطعة، فيما إذا كانت بنية العملية الانتخابية تقوى على التغيير من عدمه. من مقر مفوضية الانتخابات في بغداد، وليد الشيخ، الحرة.